نتواجد اليوم بفضاء بيع الأسماك التقدم، هذا الفضاء الذي يندرج ضمن الفضاءات التجاري للقرب بعمالة مقاطعة سيدي البنوسي، ويعتبر الفضاء الرابع عشر بطاقة استيعابية ديال 11 مستفيد. نحن معتزون أن نفتتح هذا الفضاء في هذا الوقت بالذات، لأنه جاء ليجيب عن حاجيات الساكنة لكي تتبضع في ظروف يعني عصرية وفي ظروف لا فيها نوع من الكرامة. كذلك هذا السوق، هذا الفضاء هو مناسبة لنقول للمواطنين والمواطنات من خلال افتتاحه بأن يبقوا ما أمكن في منازلهم في هذا الظرف بالذات، أن يبقوا ما أمكن، نترجاهم أن يبقوا في منازلهم، وذلك حتى نبلغ الأهداف التي سطرها لنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده من خلال التدابير الاحترازية التي قدمها منذ الوباء، والتي جعلت بلدنا في هذه الوضعية الحمد لله المستقرة. ولكن يجب دائما الاستمرار في الحذر حتى نخرج ببلدنا إلى بر الأمان. هذه مناسبة كذلك كي نشيد وننوه بالدور الذي قامت به السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل عمالة مقاطعة سيدي البرنوسي، حيث تم إخراج هذا الفضاء في هذا الوقت بالذات كي تتمكن الساكنة في ظل هذه الظروف بالتبضع في ظروف جيدة.